رحبوا معي أعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع مع رجل الأعمال المستثمر الفلسطيني الأستاذ سالم الشعراوي، وهو صاحب ومدير عام حلويات سالم الشعراوي في إمارة عجمان. يعني دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم أكثر ونعرف ما هو سبب تميزه بالبداية. أستاذ سالم مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. الله يحييك رب. يعني أستاذ سالم كما جرت العادة في برنامجنا برنامج كفاءات من الإمارات وكلنا زايد، نرجع للبدايات. نعم. يعني تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين عن دخولك وانطلاقتك في حياتك العلمية والعملية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفضل يا سيدي. بلشنا الحمد لله في مجال الألبسة، وكنا نشتغل في مجال الألبسة، ودولة الإمارات زي ما بتعرف يعني في التجارة كبيرة وما زالت كبيرة في التجارة، فكنا نجيب ألبسة ونوزع إلى باقي دول الخليج. نعم. وفي الإمارات. نعم. ومع مرور الوقت وهيك وأزمات الكورونا وهاي الصناعة في الألبسة خفت وشبه راحت. نعم. فقررنا إنه نغير مجال عملنا. نعم. لشيء جديد. نعم. شيء الناس تستفيد. نعم. إنه عدم مؤاخذ الواحد كم قميص بده يشتري في السنة كم قميص؟ بقول عمي قميص واحد والحمد لله بكفي. أيوه. اما الواحد بده يبسط حاله، بده يكيف راسه، ياكل له لقمه طيبه. نعم. ياكل حلويات. صح. ياكل شيء. نعم صحيح. يعني مستعد انه يدفع من جيبه عشان يبسط حاله. نعم. من هون اجت فكره مشروع حلويات سالم الشعراوي. نعم مزبوط. نعم. مزبوط. واحنا الحمد لله بنحب نقدم افضل انواع الحلويات، وما رضينا في اي نوع من الحلويات، جبنا ناس مختصين لهم سنوات طويله في صناعه الحلويات. والمواد الخام في صناعه الحلويات عندنا ما بنستعمل اي شيء، بنستعمل سمنه وزبده، كل شيء يعني ماركات و اجود الانواع. اجود الانواع. نعم. جبتها. يعني نتكلم عن ابرز واهم الحلويات والخدمات التي تقدمها للزبائن داخل اماره عجمان. نصنع. نعم نصنع احنا الحلويات العربية، الكنافة، الكنافيات، العربي مشكل والتركي. انا بصراحة في عجمان لفيتها كلها، اكون احكي من الاخر ما اكلت كنافة تعبي الراس. حلو. فالحمد لله يعني الكنافة عندنا الجبنة اللي نستعملها جبنة تشيكية. أيوة. ومنستعمل جبنة الشيخ من الأردن من تنجاب. معروف. معروفة. والكنافة من أحسن أنواع الكنافة. ما بنرضى الكنافة لما تيجي عندنا الشيف بفحصها، بشوف العجينة طازة ومش طازة، عنده 30 سنة خبرة. نعم. يعني بتاكل كنافة عندنا الحمد لله يعني ما راح تغير رأيك عنه إن شاء. نعم. الله. في اكثر من يعني اكثر من خدمه. نعم. تقدر تقدمها انت للزبون. يعني عندنا انواع مشكل من البقلاوه. نعم. والبقلاوه يعني حتى الـ 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 الفستق، الفستق ما بنجيب الا فستق شامي من سوريا تبع السنه. نعم. ما بنجيب الا افضل الانواع. نعم. والطعم يعني بتاكلها كانك في الشام. نعم. بتاكل الحلويات. نعم. معروف اصل الكنافه يا سيدي، اصل الكنافه هي فلسطينيه. طبعا معروف. نعم. يعني شو الشيء اللي ميزكم عن المحلات الثانيه الموجوده بدوله الامارات العربيه المتحده وخلاكم تكسبوا ثقه الناس اكثر؟ ما رضينا نمشي الا على الدقه القديمه. ايوه. على الدقه القديمه احنا ماشيين، وبعدين يعني احنا ناخذ الشيء وبنحلله. نعم. يعني من ايش مصنوع الكنافه؟ من انواع جبنه، من سمنه، من العجينه، كل شيء ما رضينا الا افضل شيء. نعم. وحطيناه. نعم. وعندنا الحمد لله يعني اللي بصنع الكنافه له خبرات سنوات طويله والحمد لله. السؤال يا سيدي، كيف كسبت هذه الشعبيه؟ احنا همنا مش بس نسوي فلوس، همنا انه نوفر للزبون خبر يعني اكسبيرينس جميل جدا. نعم. يعني يجي ياكل عندنا ويستطعم ويقول يعني ينبسط. نعم. هذا عندنا بتسوى مليون درهم. نعم صحيح. نعم. يعني مكسبت الزبائن هي مكسب حقيقي وليس فقط المكسب، بس انه يعني زبون يعني الحمد لله يقول يعني في انستغرام انه يشكرنا، هاي نسبه لنا زي. نعم. شيء كبير، شيء حلو كثير. نعم. يعني استاذ نتكلم عن الستاف وفريق العمل الموجودين معك من داخل هذا المكان،
والشيف ايضا والشيف الموجودين معك، على اي اساس تختارهم؟ على اول شيء زي سماهم في وجوههم، الناس ببين عليه اهل الخبره ببين عليه، واحنا ما اخترنا حدا الا اقل شيء عنده 15 سنه خبره. نعم. وفي منهم زي الشيف ابو النور المختص بالعربي عندنا له 30 سنه خبره، في ابو ماهر مختص بالتركي، وابو حسام مختص في الكنافيات، يعني كل واحد بيعرف شغله وبيعرف موقعه. نعم. كيف بتطلع الفريق اللي بيعرف يشتغل؟ نفس اهل الصنعه بيحكوا لغه ما بين السطور. ايوه. اللي بيحكي بين السطور هيعرف هذا عنده خبره في ابن صنعة. اما اللي بيحكي كلام واضح هذا انساه. اللي بيحكي انه بده يطلع الكتاب ويقعد استنى عليه انساه. بيعرف شو. نعم صحيح. أينما وجد الأمان وجد الاستثمار والاستقرار أيضاً. نعم مظبوط صحيح. منظومة نعمة الأمن والأمان، شو بتحب توجه رسالة إلى الوطن وقائد الوطن بمناسبة الأعياد الوطنية وبمناسبة نعمة الأمن والأمان يا سيدي؟ شكراً لكم، ما قصرتوا، والحمد لله يعني بوجود الستاندرد العالي في الدولة قدرنا نوصل لهذا الوضع والأمان. أنا عشت في بلاد كتير. نعم. هون في دولة الإمارات كتير بيهتموا في موضوع السلامة والأمان، موضوع الكاميرات، وجود كاميرات في داخل المحل، موضوع سلامة الأكل، يعني هذا شيء رائع ومش بخلي الزبون يشعر إنه فين ما أنا أروح. نعم. فين ما أنا أروح في المكان اللي أنا فيه الأكل فيه نظيف، فيه أمان. بدنا منك رسالة إلى شخص كان داعم لك خلال مسيرتك العلمية أو العملية سيدي. والله الوالد الحج أنا بشكره لكل اللي قدمني إياه، وزي ما قلت لك أهم شيء رضا الوالدين. أكيد رضا الله من رضا الوالدين. آه نعم. نعم. هذه رسالة أخيرة عبر قناتنا قناة الخليجية يا سيدي. رسالة أخيرة إلى من شئت. رسالة أخيرة إنه الواحد ما يرميها واطية، يعني يسعى، يعني ولو الأمور الدنيا ترميك على الأرض ارجع وقف على إجريك. نعم. ارجع وقف إجريك واجه. نعم. ما تهرب في الحياة عن مسؤوليات، واجه مثلا شغلك راح فكر بشي تاني، ما تيأس تقعد بغرفة قرن وتبكي. صح. نعم. هاي رسالتك. نعم يعني أعزائي المشاهدين في هذه الكلمات الطيبة لا يسعني إلا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة رجل الأعمال الأستاذ سالم الشعراوي، وهو صاحب ومدير عام حلويات سالم الشعراوي في إمارة عجمان. يعني أستاذ سالم نتمنى لك التوفيق. مشكور. ومزيد من التقدم والنجاح. شكرا لك. الله يطول بعمرك وإن شاء الله بنشوفك بالسبع إمارات يا سيدي وخارج دولة الإمارات العربية. شاكر لك. الله يبارك فيك وشكرا. الله يحييك.
شعبها هو سرها واجمل تلاحم بحرها مع برها وشيوخها اللي للسحاب تجرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها السعادة كلها كلها نضربها اجمل مثل ونفلها